بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي، الفرقاطة الروسية والغواصة أو الفرقاطات الروسية والغواصة النووية اللي كانت موجودة في كوبا انتقلت لفين؟ لفنزويلا، دلوقتي لسه في أمريكا الجنوبية زي ما توقعنا بالضبط. مش بس كده، هجوم روسي عنيف جدا زي الفيديو اللي حضرتك شفته في المقدمة، دي طائرة جيران 2 اللي هي شهيد 136 الإيرانية، بس روسيا بدأت تصنع منها وسمتها جيران 2. ركز في النقطة دي عشان بالله، روسيا برضو بدأت تصنعها زي ما نتكلم في الحلقات القادمة. تمام، حصل هجوم ضخم جدا على مصنع يوجماش للصناعات العسكرية في دنيبرو. دنيبرو دي شرقها على طول اقليم دونيتسك وشمالها خاركييف. زي ما حضرتك شفت في الفيديو اللي في المقدمه، رصد طائرات بدون طيار روسيه من طراز جيران 2 اللي هي شاهد 136 الايرانيه فوق اقليم دنيبرو وبتروفيس اثناء الهجوم على مصنع يوجماش. نفذت روسيا غارات مشتركه بصواريخ من طراز KH-59 وطائرات بدون طيار على اقليم دنيبرو، وتم تدمير مصنع يوجماش العسكري. يوجماش ده صناعات عسكريه وفضائيه، تنتج مسيرات، تنتج صواريخ وما الى ذلك. تعال بينا بقى نشوف مجموعه من الفيديوهات كده عشان تشوف اثار التدمير. خلي بالك، ده مش اول فيديو او مش اول موضوع او مش اول نقطه روسيا تدمرها من المصانع. شفت الانفجارات ضخمه ازاي؟ انفجارات ضخمه جدا، صواريخ وطائرات مسيره. لو ملاحظ هتلاقي بقى لنا يجي شهر بنتكلم عن ضرب مواقع عسكريه، امبارح ضرب مطار، قبل كده ضرب مطار في مولدافا، ضرب مطار في كريفريه، ضرب مطارات في خيمليناتسكي، في ترنوبل، في ريفني، في جوتومير، في خاركييف. بيدمر البنيه الاساسيه للايه؟ للعسكريه. انما الاوكران بيضربوا ايه؟ بيضربوا محل باله، سوبر ماركت، ميناء سفاستوبول، او المصيف والناس بتصيف، بيضربوا اماكن مدنيه، انما هنا الضرب كله عسكري. تعال نشوف فيديو اخر. مدنيين عايشين ما فيش اي مشاكل خالص. بص حضرتك، الضرب داخل السور نسبه الخطا يعني متر او اتنين. مدنيين ماشيين عادي ما فيش اي مشاكل ولا بيتعرضوا لاي اضرار، زي ما ظهر قدام حضرتك شايف عمود الدخان عامل ازاي، اثار الانفجار اللي بيصور ده من قلب المباني. بص حضرتك، انفجارات متتالية، طائرة مسيرة صاروخ، طائرة مسيرة تانية وما إلى ذلك، زي ما حضرتك شايف. تعال نشوف فيديو آخر من برضو شقق سكنية الأوكران اللي بيصوروا وبيرفعوا، زي ما حضرتك شايف المدنيين عايشين خالص، العربات رايحة وجاية مفيش أي مشاكل، والانفجارات شغالة. هو عارف إن الروس مش هيصطادوه، وشرحنا القصة دي قبل كده، معاملة في الشرق الأوسط زي ما حصل في سوريا أو هنا أو هنا أو هنا، أو حتى المغضوب عليهم زي ما بتعمل مع أهلنا وناسنا في فلسطين. لو في حرب مع أي دولة أوروبية مستحيل يحصل الكلام ده، ضرب مدنيين والقصة دي لا. عشان كده دايما بنقول إيه؟ المعايير المزدوجة. طب يسكت الموضوع عند كده؟ لا، تقدمات شغالة لا تتوقف. القوات الروسية تحرر منطقة نوفي في تشازوفيار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل. بلغت خسائر القوات الأوكرانية من وزارة الدفاع الروسية البيان الرسمي اليومي. بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال ال 24 ساعة 1740، دمرت قوات أسطول البحر الأسود 3 زوارق إلى آخره إلى آخره. حلو الكلام؟ تقدمات لا تتوقف. تشازوفيار اللي هي الجبهة الصعبة اللي بعد بخمود، حرب عصابات وحرب مدن. سيطرت القوات الروسية على كامل الجانب الغربي من القناة المائية من تشازوفيار والمباني المرتفعة. شنت القوات الروسية قصف مكثف بمنظومات توس أجبرت الجيش الأوكراني على الانسحاب من التحصينات بمحاذاة الجانب الغربي من القناة، أصبح ما بينهم القناة زي ما ظهر قدام حضرتك. وتفضل الاختباء والدفاع من المباني من قلب المدينة بسبب القصف. حرب مدن، فالروس بيعملوا إيه؟ هندمر كل شيء ولا نترك حجر على حجر عشان تبدأوا تنسحب. الانسحابات دي سببها إيه؟ أول حاجة الخوف وقلة الامكانيات، الى جانب نقص العدد. فاوكرانيا بتعمل ايه؟ كل شوية بتشحن مجموعة من السجون. اوكرانيا تقدم فرصة لسجنائها بالافراط المشروط عنهم. شوف كده التقرير البسيط ده، كده على طول كل شوية تطلع مجموعة من السجون وتحطهم على الجبهة الامامية. شوف الفيديو ده كده، التقرير البسيط ده، ونكمل بعدها.
زي ما حضرتك شفت دي اخبار الجبهة. تعال نطير سريعا لفنزويلا. سفن حربية روسية تصل الى فنزويلا قادمة من كوبا، ده بيان رسمي من وزارة الدفاع الروسية. قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من الغواصة النووية كازان والفلقاطة الأدميرال خورتشوف وناقلة الإمدادات أكاديميك باشين وقاطرة الإنقاذ البحرية اسمها نيكولاي تشيكر، وصلت إلى ميناء لاجويرا بفنزويلا كجزء من رحلة عمل طويلة. طلعت من كوبا راحت لفين؟ لفنزويلا. كل ده عشان توصل رسالة لأمريكا أنا موجودة هنا في القارة الجنوبية. عشان كده قبل ما توصل لفنزويلا كان في مظاهرات حاشده وعارمه، وطلع الرئيس مادورو قال انا مستعد ابدا محادثات مع مين؟ مع امريكا، بيهدد الدنيا شويه. كل ده عشان يتوقف اللي ظهر قدام حضرتك ده. وستبقى السفن في ميناء فنزويلا لعده ايام، وبعدها سيواصل طاقم او طاقمها تنفيذ المهام الموكله اليه. يعني لسه رايحين مكان تاني، ممكن يروحوا البرازيل، ممكن يروحوا في اي حته. ليه؟ خلاص ما بقاش المعامله اتغيرت دلوقتي، ما عادش فيها هتضربني هسكت لك، هتحط صواريخ بالقرب مني هسكت، لا. رجعنا تاني ممكن تكون اتسربت صواريخ، كل ده هيبان في الفتره القليله القادمه. وزير الدفاع الروسي ما بيهداش، بوتين بيتحرك وزير الدفاع ما بيهداش. وزير الدفاع الروسي اندري بولوسوف زي ما ظهر قدام حضرتك يصل الى بيلاروسيا للمشاركه في مجلس وزراء الدفاع دول رابطة الدول المستقلة، وكان فيه في بيلاروسيا النهارده زي ما نغطي في الحلقات القادمة في ثلاث حلقات هينزلوا النهارده إن شاء الله رب العالمين. بيلاروسيا بتحتفل النهارده زي ما نوهنا في حلقات الأمس، بيلاروسيا بتحتفل بالذكرى الثمانين لتحريرها من النازية، وتشارك في الاجتماع وفود عسكرية، ركز معايا، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، أوزباكستان، أمال فين أرمينيا؟ أرمينيا خلاص بقت تبع أمريكا وتبع الغرب، خلاص اتسحبت من القصة دي. ومن المخطط النظر في القضايا الحالية في تطوير التعاون العسكري بين دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك قضايا تحسين الأنظمة العسكرية المشتركة وكذلك تنسيق الأنشطة المشتركة للقوات المسلحة لدول الكومنولث لعام 2025، زي ما ظهر قدام حضرتك ده وزير الدفاع الروسي. وتم انتخاب بالفعل وزير الدفاع الروسي أندري بولوسوف رئيسا لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقل. قال ايه؟ أدلى بتصريحات وقال انهم يتعمدون، بيقصد مين؟ الغرب، انهم يتعمدون إطالة امد الأزمة الأوكرانية التي اثارتها الولايات المتحدة وحلفائها. يتغاضى الغرب عن الحكومة المؤقتة لأوكرانيا في فرض النازية على نطاق واسع في اكثر مظاهرها حدة. خلال رئاسته لرابطة الدول المستقلة يعتبر الاتحاد الروسي ان من اولوياته تحسين آليات مواجهة التحديات الجديدة والتقليدية. وتقدر روسيا تضامن بلدان رابطة الدول المستقلة في الحرب ضد تمجيد النازية وتزييف التاريخ. مش بس كده، قال كمان الغرب هو من أعد وأثار الأزمة الأوكرانية وهو الآن يتعمد إطالة أمدها. روسيا خلال رئاستها لرابطة الدول المستقلة تعتبر أولوياتها تحسين آليات التصدي المشترك للتحديات الجديدة والتقليدية. سنواصل معا الدفاع عن الحقيقة بشأن ماضينا المشترك. يطلع لنا زيلينسكي من تحت الارض على او بيرد على الكلام اللي اتقال امبارح من ترامب. وزارة الدفاع الروسية ردت عليه قالت له مش شايفين جوهر للكلام اللي انت بتقوله يا ترامب، ازاي هتخلص الحرب في 24 ساعة؟ ازاي زيلينسكي بيقول كده؟ برضو بيقول ايه؟ اذا كان ترامب يعرف كيف ينهي هذه الحرب، يعني عارف ازاي هينهيها، فعليه ان يخبرنا اليوم. خلي بالك زيلينسكي ركبه بتخبط. وإذا كانت هناك مخاطر على استقلال أوكرانيا، وإذا فقدنا استقلال أوكرانيا حتى نريد أن نكون مستعدين لذلك. يعني هو ما عندوش استعداد، ما عندوش مشكلة خالص أنه يخسر أوكرانيا كلها، بس حد يبلغه. بص الهبل. نريد أن نعرف، نريد أن نفهم ما إذا كنا، ده اللي يهمه بقى، ما إذا كنا سنحظى بدعم أمريكي قوي حتى شهر نوفمبر اللي هو الانتخابات، أم أننا سنترك لوحدنا تماما اللي هو من هنا لحد الانتخابات. ما هو مش فارق معاه بعد الانتخابات ايه، هو عارف ان القصه تنتهي بنهايه بوجود ترامب. وخلي بالك اللي سرع الموضوع ده وخلى زيلينسكي يخاف وخلى الغرب كله يخاف وخلى حلف النيتو كله يترعب، المناظره. المناظره خلاص اثبتت، كان الحزب الديمقراطي بيقول احنا هنوقف ترامب وجو بايدن هينتصر والارقام متقاربه واحنا هنعمله وهنحاول نعجزه ونشغله،
بموضوع القضايا، جت المناظرة حسمت الموضوع، وبعدها على طول الحصانة زي ما غطينا في الحلقات الماضية. فخلاص بقى ترامب دلوقتي مكتسح لو جو بايدن كمل، لو حد تاني ممكن يبقى فيه كلام، ولكن برضو هتبقى الغلبة لمين؟ لدونالد ترامب، لان دونالد ترامب الوحيد اللي بيطلع خارج الصندوق وبيتكلم كلام ما حدش بيقدر يقوله. انا هخلص الحرب في 24 ساعة، انا هخلص الحرب في القطاع، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا. فالراجل بيتكلم كلام شعبوي. فعشان كده بقول لك لا، متوقع ان ترامب اللي هيجي بنسبة كبيرة جدا. بس يا سيدي، شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.